حبايبي اهلا بكم بفلوج جديد وفيديو جديد. صار هواي ما منزل فيديو لان ديك الفتره شويه كنت مشغول، فاليوم راح ندي فيديو جديد ويا دكتور حسين. مو اني، السلام عليكم. هذا هم اسمه دكتور حسين، طبيب اسنان صديقي، صار له فتره كلش طويله، يعني من اعز اصدقائي هنا. انا موجود بمدينه بنغالور، فاليوم راح يكون ويانا بالفيديو وراح يتعرفنا على بنغالور اكثر وعلى عادات وتقاليد الهنود. How are you Arab people? Welcome to Bangalore. Today I'll be taking you to my clinic. It's a dental clinic with Hussein. اريد ياخذني للعياده مالته، لا علي الا تجي العياده، يا بعوف اسنوني ما ابي شيء، لا الا تجي العياده، انا اتخبل من طبيب الاسنان، حالي حال باقي الناس، وعمري ما زار طبيب اسنان فقط يعني للتشيك لانه ما عندي شيء يعني قبل ما مسوي بسنوني. فهسه احنا رايحين للعياده مالته بالطريق، تعرفون مدينه بنغالور بيها ازدحام كل شيء هوايه، فبالطريق خلينا شويه ندردش ونسولف وياه شويه على ما نوصل للعياده. احنا بالطريق للعياده مالته، فخلينا ندردش وياه شويه لانه هو اصلا يعني راح للعراق قبل سنتين ثلاثه وزار العراق وراح لبغداد. وين تتذكر وين رحت لبغداد؟ وير يو هاف بين ان بغداد؟ يس ان بغداد اي ريممبر فيري بروفاوندلي اي هاد بين تو كازميا. اه كازميا اتس نير تو ماي هاوس، كلوز تو ماي هاوس. ذن عبد القادر الجيلاني. اها اوكي. ذن ذير واز ان بليس فيري فيموس بليس المنصور. المنصور يا اتس فول اوف ريستورانت اند مولز اند فور شوبينج. نايس يا يا بيوتيفول بليس. سو بيفور يو فيزيت ايراك وات يو واز اكسبكتينج اباوت ات؟ Most of the Gulf countries, you can make one thing, you know, very common, that is tamar. Oil, I would say, it's the second largest producer of oil in the world now. دنيا كلها خلى عيونهم عنا فطمالتنا، كل شيء ما محصل من عندنا، الله وكيلكم. Yes. Yeah. Then, do you like the, how is the people there, was kind with you? They... Amazing, amazing. The amount of, the kind of hospitality that the people show there in Iraq, yeah. It's unparalleled. It's really nice. Same to India, same my feeling here when I came to India. Okay, inshallah. هسه وصلنا للعياده مال الدكتور حسين. كم؟ وهذا الريسبشن مالته. So she's our very talented. هاي. Receptionist. هاي الريسبشن مالته. A lot of things she manages. She's our assistant also. Okay. Miss Monica. Okay. Hi Monica. Monica. Namaste. عارف خلينا نشوف بقية الدكاترة اللي يشتغلون بالعيادة مالته. تفضل. اوكي ثانك يو. طبعا هذا المكتب مال الدكتور حسين، وحلو انه يشتغل ويا زوجته الدكتوره سمينه. هاي دكتور، هاو ار يو؟ ام جود. والدكتور عائشه هم تشتغل وياه، يعني ثلاث دكاتره يشتغلون بهاي العياده مالته. يا سو برادر يا ذير از ا سربرايز فور يو. اوكي. That is little. هذا علاوي ابن الدكتور ابن الحسين. And we're happy to meet you. Yes, Tom. Yeah, I'm happy also. Hi, علاوي. شلونك؟ Hello. لا نحن عندهم اللي اسمه حسين يسموه علاوي. He's our friend from Iraq. علاوي. الصراحة أقعد على هذا الكرسي اللعين الدنيا كلها تكره. تعالوا خلنا نقعد خلنا نشوف شكو ماك. تفضل. شكرا. شكرا. So this is the chair that you are scared of. Yeah. But you should not be scared of this chair. Okay. So perfect. Your lower second molar on your right side is perfect. But the bad news is you have a cavity in your lower first molar. That is bad news. The good news is the cavity is not so deep, so it can be filled. هذا جلوسورا لسنوني. أول مرة راح يطلع جلوسورا لسنوني. Told you this. هسه دكتور حسين انقلب مصور. Okay. Slide. Excellent. The cheese. Cheese. Say ah. Ah. Correct. And you have to stop your breath for 5 seconds. Just for 5 seconds. And perfect. I'll be capturing the picture of the stains in this shot. بعد جلسة التصوير لسنوني تعالوا خلينا نشوف شنو بيها. طبعا ما كنت متوقع بيها شيء، بس أثناء الحكي قال عندك سنون اثنين، سنون اثنين يراد لهن حشوة.
هذا أنا، هذا ورا ما يشوف شنو هذا، ياخذ صوره للمريض لل يعني للفم مالته، فيجي راوي يابا تعدك فلان شي فلان شي، حتى المريض يعني يتخيل بالضبط شنو عنده مو على الحكي بس. See here, now I can see a crossbite that you have. Mm-hmm. That means one of your teeth is placed inside. Mirror picture. Yeah. This is the mirror picture. أنا شغلة يعني أول مرة أشوف طبيب يسويها. يخلي الإخبار شلون يخلي المراية داخل الفم حتى يطلع له من فوق. طبعًا هو يقدر يشوف بالمراية مالته الصغيرة، بس هاي حتى يراوي المريض حتى يفتهم شنو. Correct. So. هاي فائدة ال. المصور اللي يصير دكتور، طبعا هو كان مصور يعني هو يحب التصوير، كان بجامعة على البحر، فاشترى هاي الكاميرا مالته من كان طالب، كان يصور بها هيك يعني يعني كهواية، فهسه من فتح العيادة مالته وقام يشتغل قال كان ليش اشمرها خل استخدمها لل يعني بشغلي، خل استفاد، قال خل استفاد من عندها بشغلي، فدا يستفاد من عندها. طيب مثل ما رويتكم تشوفون هاي هنا البقع على السنون والصفار الصاير كله، هذا كله من التدخين. Yes, this part of the teeth you don't usually get to see. The front part, this is the back part. Mm-hmm. So when we zoom this part, now you'll be able to, you know, better visualize what exactly the stains I'm talking about, the discoloration of the teeth, how bad it is, and how it affects your overall. أنا طبعاً ظليت لمدة 10 سنين أدخن. فهذا كل هاي اثار التدخين، انا تركتها صار تقريبا 4 اشهر، وانتظروا فيديو قريب حل جذري ونهائي ومضمون 100% لترك التدخين. فانا مبدئيا راح اسوي تنظيف مال اسنان، لانه لين تركت التدخين فحتى كل اثاره تطلع من جسمي، حتى اثار التدخين على الاسنان تروح، فراح اسوي راح انظف الاسنان حاليا. So, خلينا نبدي. Okay. افتح فمك. Okay. Say wide ah. Okay. خلصنا التنظيف وهسه راح نسوي البولوشن. خلينا نشوف النتيجه شلون. خلصنا. حبايبي هسه خلصنا فقرة السنون، نظف لي سنوني شلونها؟ انا اشوفها فتشي توب. ثانك يو دكتور، شكرا. ثانك يو فيري ماتش، يو ار اوسم دكتور. ثانك يو فيري ماتش. سو ذس از ا فيري تريديشنال اند ا فيري اولد ريسيبي ذات اي سبوز موست اوف ذا انديانز دي لاف ات. اوكي. اتس كولد تندوري تشيكن. ذا سيكند ثينج ذات اي هاف اوردرد از بتر تشيكن. بتر تشيكن. ذس از اولسو فيري فيمس امونجز most of the Indians. Okay, this is like mostly a North Indian recipe. Okay. Gravy. It's come from you know that North Indian part of our country. Okay. Since we are not an Arabic country and the Arabic food is not so much popular here, so I found for you falafel. Falafel. This falafel sandwich. I've heard of it. Yeah. You have you tried before? I made one, a friend of mine, Dr. Arshan, he has made me try it once. But okay. Inshallah, I'll have it again with you. Okay. Yeah. It's the most traditional. Fast food, we can say. What do you want to have first? The Indian one or the? No, let's start Arabic with falafel, since I miss falafel so much. Fine. And you will try it. Then after, try the then you tell me your opinion. Then we'll try the Indian food.
Wonderful. Food, be it Arabic or be it Indian, food is food. And when one is hungry, he will nothing like tasty love food. Everything. Correct. Correct. So you have to try it with the Indian food. Version of this bread. Okay. Let's begin. Yeah, Bismillah. Bismillah. So, let's come. How do you like it, brother? It's really nice. Really nice? Even it's not spicy for me. Not very spicy. For me, because I used to eat spicy food. Before? It's not as spicy, yeah. So, doctor, thank you for the food. It was really delicious. A pleasure. Thank you very much. And we reached for the end of our video today. But I think the viewers will like you a lot. Then together we can discover India more. Okay. And it was a pleasure from our side also thank to meet you, you brother much. Hussein. Thank you, same so to as you, you say, thank Hussein you. Meets Hussein. Yeah, two so Hussein now is there. Hopefully, yes. Inshallah, in the future also we'll be making some more videos. And, Inshallah, Inshallah. Love you all. Inshallah. حبايبي وصلنا لنهاية الفيديو اللي حب الفيديو خلي يسوي لنا لايك واشتراك بالقناة مالتنا على يوتيوب من داخل الهند انسايد انديا وخلي يتابع الصفحة مالتنا على الفيسبوك ايضا نفس الاسم من داخل الهند انسايد انديا ونشوفكم بالفيديو الجاي في امان الله